kendimden geçerim, senin için senden vazgeçerim. Sulsan ben içerim, kendimden geçerim, senin için benden vazgeçerim. Ben yağmuru gözlerinde, bülbülü dillerinde, günahı bedeninde tanıyıp da sevmişim. Dönmüyor yedi cihan, esirin olmuş zaman, şarabı dudağından içip öyle sevmişim. Ben yağmuru gözlerinde, bülbülü dillerinde, günahı bedeninde tanıyıp da sevmişim. Dönmüyor yedi cihan, esirin olmuş zaman, şarabı dudağından içip öyle sevmişim, seni öyle sevmişim. موسى لابنه، خالتي موسى لابنه. اللي شو اللي موسى؟ ليكي أنا زلمة كتير بسيط، ماشي؟ يعني جواب السؤال يا إيه يا لا، شي يا أبيض يا أسود. أنا ما بقدر اسمع كلمة يمكن أو ما بعرف. لك عم بتعب، قلبي احترق من جوا. أنا ما بحب إني يكون هيك بنوم، فتون أنا ما عم بقدر نام بالليل. متخيلي وضعي؟ لك أنا كنت نام عادي، لو شو ما كان يصير معي كنت نام، شو ساوي؟ بس هلأ ما عاد أقطع من النوم. لك في ألف فكرة وفكرة براسي، بس ما عم بقدر سكتهم. أنا هلأ بدي أرتاح وما بدي شي تاني فتون. إياد أنا... لا اسكتي، لا تحكي شي. أنا هالمرة رح أعمل اللي بدي إياه وبس، وهلأ اتخذت قراري ورح أنفذه كمان. هذا القرار شو هو؟ ما عاد بدي شوفك فتون. لا بقى تتصلي فيني، ولا تجي على مكان ما بشتغل، ولا تجي على بيتي أبدا، لا تبعتي مسجات. وأنا رح أعمل مثلك، صدقيني فتون، هيك رح يكون أحسن لقلنا نحن الاثنين. متذكرة هداك اليوم وقت اتخانقنا على التاكسي سوا؟ خلص انسي فتون. هل عني مو ناقصتك؟ Thank you.
ريما فتون تعي بسرعة دخيلك. ريما خير؟ شبك؟ شو الموضوع؟ رخصة وشهادة لو سمحت. آه؟ من أيام الجامعة ما شفتك بهالمنظر هذا. صباح الخير. صباح النور. اطلع على حالك أنت كمان، شو مو شايف منظرك؟ لك يا زلمة نمت وأنا عم بستناك. أنت ليش ما رجعت على البيت؟ أنت يلي ليش ما رجعت على بيتك؟ شو القصة؟ من حرقة القلب. وأنا هيك جوعان؟ أي شوي. إيه تعال. يلا تحرك. مجد؟ لا تحكي شي بابا، رح جاوبك على كل أسئلتك. نحن شكلنا مبهدل. صح صح كنت تارك البيت، بس أنا رجعت له. لا تشغل بالك، ما في شي مهم، اطمن كل شي محلول. المهم أنا وشريكي بدنا نفطر فطور محترم وبدنا نبلش حياتنا من أول وجديد. ها بحكي لك بعدين، شو رأيك؟ إيه أحسن، رح نروح نغسل إيدينا ووشنا هلأ لنصحصح وبعدين بنحكي. صباح الخير. صباح النور. أنا كيف ما رحت وكيف ما طلعت ما عم لاقي قدامي إلا وسخك، ونحن قد ما حاولنا نهرب ماضيك الأسود ما رح يتركنا نتهنى بحياتنا. ريما أنا ما عم نام الليل، في إيد عم تخنقني، حاسس حالي رح موت، رح موت. عم تفهمي؟ ما رح يمشي الحال، مستحيل. عيشي أنت ووسخك تتهنوا ببعض. مجد؟ مجد؟ مجد تركني وراح فتو. شو مو ناوي تحكي لي؟ لا انت ولا انا، بس بدي اقول انا تركت لريما. عم تحكي عن جد؟ وانا تركت لفتو. عن جد؟ يعني نحن ما كنا بعلاقة، بس خلص سكرت هذا الدفتر. تعرف شو؟ يمكن يكون هيك أحسن. أي يمكن. بالحالات اللي مثل حالتنا تعرف شو هي أفضل طريقة للعلاج؟ إنك تشغل حالك. خلينا نترك قصص الحب والغرام هي على جنب ونركز شوي على شغلنا، يمكن هيك منقدر ننسى اللي صار معنا. أو منتخيل إنه نحن نسينا. إيه مبدئيا هذا الحل رح يريحنا، شو رأيك؟ أي والله معك حق، أصلا أهملنا شغلنا هالفترة. ليك ما يكونوا هدوا الشركة وعملوا محلها كراج سيارة. اي والله انا ما بستغرب شيء. لا لا موظفين مناح. اي اكيد. موظفين اكيد مناح. ما بعرف، ان شاء الله يكونوا هيك. يعني مو معقول هالشي، أنا كنت كتير استمتع بالفطور، بس هلأ شو في حالتي؟ الفطاير اللي ما كنت صدق إمتى أكلها ما عم تنبلها معي بنوب. أنا ما عم أقدر أكل. طيب كلي أنتي. فتون ماني قدراني أكل، حابة أخذ إجازة هيك يمكن أقدر أنسى. أنا ما عم أقدر نام، عم فكر كل الوقت. تعرفي شو؟ أنا مخنوقة كتير ريما، أنا ما عم أقدر أرتاح بالمرة. أنتي مفكرة أنه قلبي ما عم يحترق مو هيك؟ أنا رح طق ريما، بس شو رح أستفيد إذا زعلت؟ ولا شي رح يتغير.
انت كمان هيك، يعني ما لازم انه تضلي زعلانه، لانه الزعل ما بيجيب نتيجه. يلا كلي. اف شو هلا منيحه؟ برافو، كتير منيح. انت كمان كلي. شفتي هيك احسن بكتير. لا وانا ما ارتحت، ليش هيك صار؟ تعرفي خلاص انسي، ما رح نفكر، يعني بما انه هنن ما بدهن يانا كمان نحن ما بدنا ياهن، مو هيك؟ يعني بالنهايه في الف واحد بيتمنانا. مو مزبوط كلامك. هيك برايك؟ معك حق، مين بده ياخذنا ويبتلي فينا؟ انا عم حاول اني ارفع من معنوياتي شوي، ممكن تحاولي تساعديني لو سمحتي؟ اسمعي لقلك، تعرفي انت شو لازم تعملي بهيك مواقف؟ لازم ارجع لحبيبي. لا مو هيك، بتروحي عالسوق، بس نحنا ما رح نقدر نروح. تعرفي ليش؟ اولا ما معنا مصاري، تانيا لانه عنا شغل. لا فتون، انا مستحيل اروح عالشغل اليوم. لا ما بيمشي الحال تضلي قاعدة هيك، يلا قومي. تركيني. ريما قومي لشوف لك. خلص ما بدي قوم. انتي كأن زايد وزنك شوي ريما، لانه ما قدرت حركك. يا الله منك، هذا اكيد من البرك والفطائر تبعك. لك عم امزح، شفتي خليتك تقومي بثانية. اسمعي لقلك، رح قلك شو برنامج اليوم. ايه روح على الشغل، شغل للموت، وبتاكلي اكل الغدا مثل المجانين، ترجعي على البيت تبكي، بتروحي على تختك وما بتنامي. انا موافقة. وانا كمان. يلا بالاول لازم نظبط لك تياب وبعدين على الشغل. ماشي تعي. بالوقت اللي مزاجنا معكر صار الطقس بيطير العقل. ليه؟ ايه صح معك حق، يعني لو بتصير شي عاصفة مطرية لنحس انه في حدا مشاركنا همومنا. من الشغل. طيب لا تموت وخلص رح نجي، طولوا بالكم شوي. من الشغل، شكله في شي مهم. قالوا نعم. طيب رح نجي. نحن لازم نمشي، صاير مشكلة كبيرة بالشغل. ايه دخيلك، يعني لو ما كان في مشكلة كنت تفاجأت، اصلا المصايب كلها ما بيجوا غير مع بعضهم. خير شو في من عند الصبح؟ شكله هالفطور ما ريحكن ابدا. بابا رح نتحمم هلا وبعدين بنحكي. بالله تعرف شو كنت اعمل لك لما كنت صغير؟ شو كنت تعمل لي؟ انا كنت دائما حممك. بابا لا بابا تعال هون، لازم تفوتوا ترجعوا لحياتكم. يلا طيب بابا كمل. في انت وياه، يلا وانا كمان. يلا رشدي، شو عم بيصير هون؟ رشدي كمان. مجد رجع على البيت، ما عم صدق. انت كمان تعي لشوف. يلا يلا تعي، خلص من وش الصبح شبك له. شو فيها بنتي؟ والصبح لازم يتحمم الواحد. خلاص شو عم بتقول؟ لا لا تعي لهون، صاير انت مالك متحمم منيح. هيك احسن. هلا اجى دورك انت. يلا يلا نزيل عم برهان. خلاص يلا نزيل تعال. هيك مكان، يلا اصبحوا منيح. حلوة، برافو. هيك ها، اهلين عمو برهان. اهلين عمو. يلا انت كمان تعي. أوه. الله يسعدي هالصباح يا حلوين، كيفكن ان شاء الله منا؟ شو هالثنائي الحلو الرائع؟ عروة صباح الخير. صباح الخير رنيم خانم، ناطرتك بمكتبها، شو مخبصة اليوم كمان؟ ناطرتني رنيم خانم؟ شو عاملة أنا يا ربي، شو عاملة؟ تعرفي كتير بحب حالتك، هي لازم سميكي المرعوبة دائما. يلا روحي. يلا يلا بشوفكن. عروة انتي لا تحكي معي بالمرة، تتهني انتي ورفيقتك الجديدة، هالمرة الشوكولا بالكراميل ما رح تنفعك ابدا. كأنه عروة الحلو غيران، ما هيك؟ روحي وحبي هديك الشرشوحة.
لما بتعصب بتصير لذيذ ومهضوم، بتعرف مو؟ تفضل. أول شي يا ريت تغيري هالملامح. كيف يعني؟ يعني شدي ظهرك وانتي قدامي وثقيلي بحالك شوي. شبكي عاملة شي غلط؟ لا ما عملت لك، يعني ما بعرف عملت؟ انتي قليلي عملتي شي؟ لا بنوب ما عملت. طيب لكن ليش انتي متوترة؟ أسفة رنيم خانم. ولا عاد تتأسفي، كل القصة انه ما بدي اشوف واحدة مكسورة قدامي، فهمتي فتون؟ فهمت يا خانم. وهلأ اسمعيني منيح، أنا ما بقول لحدا إني فخورة فيه بسهولة أبداً. طلعي فيني، أنا بوثق فيكي. شكراً إليك يا خانو. فهمتي علي ولا أرجع أقولها مرة تانية؟ فهمت عليك يا رنيم خانو. أنا شو قلت؟ حضرتك بتوثقي فيني؟ مظبوط بالضبط. التصاميم يلي عملناها للعرض تبع أمين بتتذكريها؟ ايه طبعاً. ما عاد إلهم وجود. كيف يعني؟ كبيتهم كلهم بزبالة. وهلأ شو بدنا نعمل؟ رح نرجع نرسمهم؟ نحن مستحيل نلحق. اهدي شوي لا تتوتري. اهدي، أنا ما رح أعمل شي، أنت يلي رح تعملي كل شي. وطبعاً لازم تبلشي شغل فوراً، بعرض أمين كل العيون رح تكون عليكي فتون. موسم الكرز كان حلو ومرتب مزبوط، بس هذا شي تاني ومختلف، يعني عرض جدي أكتر، وما بدي يكون أي شي تاني بحياتك غير هذا العرض، مفهوم؟ طبعاً رنيم خانم، بس شو بدنا نساوي؟ ما معنا وقت. وهذا أحلى شي بالقصة، من هلأ ورايح الأسابيع الجاية رح يكونوا أحلى وأصعب أسابيع عمرك، فهمتي؟ أنا واثقة فيكي، أنت رح تكوني رنيم الثانية الجاية، أنا شايفة هالشي بعيونك. عن جد بتشكرك من قلبي. طيب فيكي تطلعي. بالمناسبة معك حق تخافي، كتير طبيعي هالشي، بس لا تحسسيني بهالخوف أبدا، بدي حس أنك مصممة قوية، مو طفلة صغيرة ومرعوبة. بوقت فراغك فيكي تروحي تتعلمي الرقص. بلاها هالحركات، بكمبوسي على الطاير ما رح تقدري تضحك على عروة ابدا. لك خلصنا بقى عروة، كلهم كم كلمة حكيناهم مع البنت. لا تعذبي حالك، أنا ما رح اتنازل وارضى بسهولة. شو صار لك فتون؟ ما شكلك مقلعة من هون. انتو ما رح تصدقوا شو صار معي. ايه شو الموضوع؟ سلمتني عرض أزياء أمين بيك كل المجموعة أنا بدي صممها. كيف كيف؟ انتي بدك تصممي هيك عرض؟ لك ايه، ماني مصدقة هذا الشي اللي كنت أحلم فيه كل عمري، أنا كتير مبسوطة مبسوطة. يا روحي إن شاء الله ألف مبروك، فرحت لك من كل قلبي. ريما أنا بدي إنه نساوي العرض سوا، أنتي معي؟ أنتي عن جد عم تحكي؟ إيه طبعاً عن جد. لك إيه إيه طبعاً أنا معك في حياتي. بتمنى لكم التوفيق. لا عروة استنى شوي. عروة شو رأيك؟ ساعدنا أنت كمان بالعرض. بالله بدي أشتغل مساعد لألك. ما أنا ما بشتغل مساعد، الأولاد الصغار يلي مثلك بيجوا لعندي ليشتغلوا تحت إيدي، فهمتيني؟ انا عم ضل فكر بمجد. نحنا شو حكينا اليوم الصبح؟ ما رح نفكر، نحنا لازم نكمل حياتنا. يلا لشوف
قوي حالك شوي، همومنا كلها منأجلها للمساء، أما هلأ خلينا نبلش شغلنا. إيه معك حق، يلا من وين رح نبلش؟ هدول لازم التوقيع من حضرتك. وقالي هولي تفضل. شكرا. شكرا. مين كان هذا الشاب مجد؟ والله ما بعرفه، ماني متذكره أبدا. يا ترى بأي قسم بيشتغل؟ ما بعرف، هديك البنت كمان ما عم بتذكرها. نحن أكيد جايين على شركتنا. إياد بيك، مجد بيك، صاير عنا مشكلة بالشغل. شيء أقل من طبيعي. عادي بيصير كتير مشاكل بالشغل. أي وشو هاي المشكلة اللي جبتونا كرمالة لهم؟ نحن ممكن نخسر أهم عملائنا. قال المشروع ما عجبهم وحددوا موعد، وعلى الأغلب يجوا بكرة لحتى يلغوا الاتفاقية. قلتي بكرة؟ ايه استاذ. طيب نحن نحل المشكلة بالإذن. وهلأ شو رح نعمل؟ نحن رح نعمل يلي عملناه بالزمانات. حلو كثير. لو سمحتوا دقيقة، ممكن تتركوا من ايدكم وتسمعوني بس شوي؟ اليوم رح تاخدوا اجازة، فيكن تطلعوا هلأ. تماما، فيكن تروحوا على البيت وتقضوا شوية وقت مع اهلكن، فيكن تلعبوا مع اولادكن او تعملوا شو ما بدكن. شو بيعرفني، انتو ادرى. اليوم الكل اجازة، اليوم انتو عطلة ونحن حنشتغل، انتو احرار هلأ. يلا يلا بقى، يلا بسرعة بسرعة، عنا شغل. اجازة سعيدة، باي باي، بصوا بوقتكم. شو رأيك نعتمد على الألوان الخريفية مو أحسن؟ يعني نحنا منركز على اللونين الأسود والبني، وفينا نحط كمان بالنص شجرة ورقة عم يتساقطوا، ومنخلي العريضات يبكوا وهنن عم يمشوا على المنصة. أكيد لا ريما، مو حلو بنو، لا تبالغي كل هالقد. شو رأيك بفكرة المشنقة؟ ايه، مشان تجي رنيم خانم وتعلقنا عليها مع بعض وتعدمنا اعدام ميداني. ايه والله حيرتيني، شو ها؟ حتى هون ما فيني استخدم موهبتي؟ ومين مانعك؟ قولي، بس استخدميها بشكل حلو. ايه؟ يعني انا هلأ بحالة اكتئاب شو ما بتعرفي؟ يا الله، مو معقول ما عم يطلع معي شي. بس بدي قلك شغلة، لا تعملي بالعرض شي له علاقة بالحب وهالسخافة. تعرفي شغلة ريما؟ لا تكفي. الشي اللي حكيتي كتير مناسب للعرض على فكرة، يعني ليش في شي أحلى من الحب؟ ايه في، كلهم أحلى منه. لا والله، الحب فكرة حلوة للعرض ومناسبة لحالتنا كمان. ايه مناسبة كتير، ما صار لهم كم ساعة تركينا يلي منحبهم ولسه بتقلي مناسبة. لك يا بنت، رح نخرب الدنيا، رح يكون حلو كتير. الحب هو موضوعنا. مين عامل هالمخططات هاي؟ هاي بهدلة والله يا شريك. اللي عامل هالمخططات أنا وأنت. أنت عن جد عم تحكي؟ لك شو هالتخبيص اللي مخبصينه؟ نحن لازم نركز منيح ونغير كل شي. أنت قلتها، لازم نغير كل شي. ليك، إذا نحن عملنا شيء تقليدي الجماعة كمان رح يغربوا. يعني نحن لازم نفاجئهم. بالضبط، يعني ما بيصير أبداً يكون شيء ممل شريك. إيه بس شغلنا كتير ممل، شو بدنا نعمل؟ شو بدنا نعمل؟ مو مشكلة، رح نخلي شغلنا مسلي كتير. أنا حبيت هالفكرة كتير. وسع 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 لك، وسع شوي وسع. يلا يلا.
جاي على السهرة اليوم ما هيك؟ ما بعرف شو بصير. طيب اليوم رح أعمل شي مميز على المسرح، وأنا بدي إياكي تكوني موجودة، ضروري تجي. أنا أمين؟ إيه أنتي. ليش يعني؟ بتقول أنتي منيحة؟ يمكن، ما بعرف. طيب أنتي لازم تكوني هون على الوقت، اتفقنا؟ إيه طيب، لكن لروح حضر حالي هلأ فورا. إيه يلا، وأنا كمان بدي حضر حالي. بدك تحضر حالك؟ معناته في شي كتير كبير، ما؟ يعني هيك شي. عن جد؟ لكن لازم حضر حالي بسرعة. ماشي، تمام. ماشي. فيني بوسك؟ ايه طبعاً. يلا أنا رايحة، بشوفك. ماشي، بشوفك. باي، بشوفك. شو بدي أعمل أنا هلأ؟ معناتها أنا بدي أعتذر منك، وأنت حاول ترتب. يلا بخاطرك. لوين رايح؟ وقف. يعني برأيك أنا هلأ بدي نظف ورتب كل شيء لحالي إياد؟ هي براحتك إياد. تعال نشوف. قلي لي كيف، حلو؟ يعني منيح مبدئيا؟ ما بعرف، يعني ايه ممكن. هلا انا خلص رح اشتغله لهذا الشغل، بس هي ما كانت لازم تستنى لاخر دقيقه وتقلي صح؟ هذا عرض ازياء كبير مو مزحه، كيف بدي لحق كل هالشغل باسبوعين؟ خلينا نفترض انه انا لحقت، اعتبريني رسمتهم. هذا الشيء ما بكفي، لسه في بروفات وفي عنا الخياطه، وبجوز ما تكون كل التصاميم زابطه، وانا لازم حط فكره العرض. هي كلها شغلتي، مزبوط؟ اعتبريني لقيت الفكره ومشي الحال. يا ترى في حدا سأل عني؟ فتون كيفها؟ منيحه؟ يا ترى مقهوره؟ مزاجها معكر؟ صاير معها شيء مصيبه؟ ما حدا بيسال هالاسئله بنوب، ما حدا بيقول يا فتون كيفك منيحه. فتون كيفك انت منيحه؟ ماني منيحه رنيم خانم، ماني منيحه. رنيم خانو عادي لشوف. يا الله، يلي عم تعيشي بحياتك أنا ما بيهمني أبدا. تنسي كل شي لما بتجي لهون، شغلنا هيك بيتطلب، أي شغل بيتطلب هذا الشي. أنا شو قلتلك؟ قلتلك بدي واحدة قوية توقف قدامي، قوية. إذا من أول يوم عم تعملي هيك بتوقع صعب تكفي. والله بس كنت عم أحكي مع حالي وبعتذر منك. ولا بقى تعتذري، أنا بدي تصاميم بكرة. حاضر رنيم خانو. أنتي شو عم تعملي هون؟ أنا فتون قالت لي ساعدها شوي. إيه أنا قلت لها لأنه مع ريما بعرف اشتغل أكتر، وبيوتنا قريبة من بعض. أنا طالعة لبرا شوي.
من أوف. ما إلك غنى عني ما هي؟ ما إلي غنى عنك مزبوط. بدي أطلب منك طلب. اللي شو بدك؟ لازم تجي اليوم على المطعم تبع مراد إذا في مجال. مشان تصالحونا أنا وفتون مرة تانية؟ لا لا لا، هاي المرة كرمالي أنا وبتمنى أنك تساعدني. طيب شو المطلوب مني؟ شوف لقلك، أنا المساء رح أعمل مفاجأة وصارح بتول بحبي إلك، بس بدي نصيحتك بهالخصوص. ايه بس انا شو بيفهمني بهالقصص امير؟ هالحكي مو علي. مو انت اكتر شاب حرق قلوب البنات لما كنا بالرحلة؟ تعرف شو؟ والله بحكيك هذا حسستني اني شغلة كتير مهمة. اياد، عرفت باللي صار بينك وبين فتون، وبتمنى انكم تتصالحوا باسرع وقت. كل القصة انه انا بحاجة كتير لدعمك الليلة، وفكرت مين بيساعدني بهالموضوع. بعدين قلت لحالي يا ولد اتصل بفيلسوف الحكم. ايه خلصنا خلصنا بلا هالمجامل. معناها تعال اليوم وحاج تدلل علي. طيب طيب بجي، ما تقلق ابدا، بس طبعا ما رح اجي لحالي، رح اجيب الفريق معي. طيب ماشي جيبهم، بس يعني رح تقله لمجد كمان؟ ها ايه خلاص فهمت عليك امير، فهمت. يعني مو صح يجي، بيضل اخوه بالنهاية. قصدي مو حلوة صارح البنت قدام اخوه. طيب خلاص انت لا تشغل بالك بالقصة، بخلص شغله بيجي. شغلة بسيطة. عذبتك معي اياد، شكرا. يلا بخاطرك. شوفك. خير شبك؟ انت ليش هيك عم تردي؟ هيك الواحد برد على تليفونه فتون؟ لو تعرفي شو صاير معي. انت ما بتحكي لي شي. لا اول شغلة اياد بيك خلص تركني، وتاني شغلة عرض امين ياقوت بايدي. كيف؟ لك بتول ما فيني اشرح لك كل شيء بالتفصيل، انا مو فاضيه. اياد تركني وما عاد بده يشوفني بنوم، ورنيم خانم سلمتني مسؤوليه اهم مشروع بحياتها، مشان هيك ما رح تشوفيني لفتره لانه لازم اشتغل كتير. اساسا هلا اكلت اول بهدله. ايه بس فتون انا لازم اشوفك ضروري كتير. مستحيل بتول، انا ما رح اقدر. لك طيب بدي اقول لك شغله مهمه، يعني امير رح يصارحني بكل شيء الليله، هيك حاسه يعني. ما بعرف، ماني متاكده، بس على الاغلب هيك رح يصير. شو قلتي؟ ايه لازم شوفك فورا اذا هيك. شوف ايه هذا اللي كنت بدي اقول لك اياه. ايه قليلي انت كيف عرفتي بهذا الشيء؟ يا بنتي النسوان بيحسوا بهالشغلات، مع انك ما فهمتي اي اشاره من اشارات اياد، وما بعرف اذا رح تفهم الشيء اللي رح اقول لك اياه هلا. يا ريت نترك تسميع الحكي هذا لبعدين لانه انا ماني رايقه. لك انا عم اقول خليني اشوفك هلا وفورا مشان الله فتون بسرعه، انا كثير متحمسه. يا الله طبيعي تتحمسي بتول خانم، بس استني لخلص شغل. اجمعي كل البنات، انا بحاجة لكل القوة النسائية، جهزوني منيح. رح يكون يومك بجنة. ايه عن جد رح تكون سهرة حلوة كتير. ايه ماشي بشوفك معناتها. ايه ماشي. بدي اقول لك شغلة، ليكي اصحك تفكري وتجيبي معك ريمة الغبية. ايه طيب بوسات. بوسات اكيد هاي بتول. ايه المهم هلأ خلينا نكفي شغلنا. شو رأيك؟ حلو كتير. قلت بلا ما استنى عليها اكتر، انا بدي اعلن هاي البنت بالاخير، فليش لحتى نطرها؟ لهيك قلت لها استلمي العرض انتي ومنشوف هلا شو بدها تعمل. فتون بنت عاقلة كتير، بس هي كتير طفولية، يعني لازم تكبر، مو كعمر قصدي كروح. ساذجة وهشة بمجالنا نحنا، بياكلوها بلا ملح من اول يوم. انا كمان كتير تعذبت بالبداية وقلت انه ما رح كمل، بس بعدين تعودت، وهي كمان هيك معها بتتعود. أنا كتير تعذبت، بتمنى فتون ما تتعذب. هالبنت ذكية لا تخافي، بعرفها من هي وصغيرة، أما كمان ساعدتها كتير بهالمجال. مرام خياطة شاطرة كتير على فكرة، بتخيط وبتطرز كمان. بس وضعهم المادي تعبان بهالفترة، انتبهتي شي؟ لا والله ما بعرف، أنا ما انتبهت. ليش شو صاير؟
ما بعرف، من كم يوم التقيت بأمها بالصدفة وهي هلأ عم تشتغل بمطعم بالحارة. أنا كنت مفكرة أنه أنت بعد ما انتقلت ما بتروح لهنيك أبداً. لا بروح أحياناً، الحارة دافية كتير. هون أنت ما بتعرفي مين جارك، هنيك مو مثل هون. على فكرة فتون لهلا ما بتعرف شيء عن شغل أمها الجديد، هي ما خبرتها، يعني وضعهم سيء كتير. وبصراحة أنا حابب أني ساعدهم، هي منيحة وأنا بعرفها من زمان، وعم فكر بلكي أنت بتقدري تساعديها وتلاقي لها شغل عندك. بصراحة أنا حاليا ما عندي شاغر. طيب ما فيك تدبريها؟ برهان يعني مثل ما قلت لك ما عندي، أنا كمان حابة ساعدها كتير، بس إذا بدك فيني أخذها على المطبخ، بدي واحدة للشاي والقهوة، ما بعرف إذا هالشغل بيناسبها ولا لا. لا خلاص يسلم، شكرا. فرشاي تفضلي. بتول انت ليش ما خبرتينا قبل بوقت؟ ايه وانا كيف كنت رح اعرف من قبل انه رح يصارحني الشاب الليلة؟ انت بدك تقنعيني انك ما حسيتي بشي ابدا؟ منيح الاغراض اللي بدنا اياهم موجودين، طلعتي محظوظة كتير. غمضي عيوني. رشلي حبيبي هون، رشلي بكفي. بتولي قعدي شوي عقلي احسن ما احرقك. ايه لك انا احترقت وصرت رماد يا فتون. انا عموت من الحب يا عالم. انت كنت بتعرفي انه في مطربة عايشة جوات هالبنت؟ استني شوي، والله هلا حتى اكتشفت موهبتها. وانا كمان هلا لحتى عرفت. تعلم حبيبي تعلم، هاد جو البنات. خود مسك هاد لشوف. اوعى كنت رح تحرق حالك تايم. كثير حلوين ريميل. شو هذا تايم؟ بدك يعني حط لها مسكرة بهي يعني؟ انا ما بعرف بهالشغلات. رح تتعلمهم كلهم حبيبي، اطمن. اعطيني هاي الفوشيا. هاي هي. شو هاي؟ ريميل تايم، ريميل تايم. ايه تشرفنا. طيب ليه ذكرني حط لك ريميل إلك كمان، بيطلع كتير حلو عليه ما هيك؟ اختي هاي المرة شو عم تحكي؟ هي سبتني شي؟ شو بكون تركولة تايم عملتو تسلايتكم يعني؟ شكرا عزبناك حبيبي. يلا بالإذن. الله معك. دخيله أنا. يا الله بتول طالع شعرك كتير حلو. انتو أكيد جايين المسا مو هيك؟ ما في تهربوا؟ ايه أكيد رح نجي. إياد مانو جاي صح؟ ما بعرف يعني أنا ما عزمته، بس إذا أمير عزمه ما بعرف. أوف أوف شو فتون؟ أكيد أنت ما رح تتركيني بأحلى يوم بحياتي ما هيك؟ بتول طبعا ما رح أتركك، بعدين خبرت لأمي أني طالع. يا الله طيب شو ممكن يكون محضر لي الليلة؟ سيري كيف صارحك مروان وقالك أنه بيحبك؟ كان رومانسي كتير وقتها، كنا جروب كبير برحلة عليها والموسيقى شغالة. وقتها مروان كان جاي سباحة من الشط باتجاهنا هداك اليوم. المهم مروان اجا وقف قدامي فورا، بس من الركض وراي كل الوقت تحت الشمس ما ضل في شي معنا محروق يا حرام. وطالع من جيبته علبة هدية صغيرة وفتحها، كان عامل لي عقد بجنن من صدف البحر. يا الله كتير رومانسي. قرب لبسني اياه وقال لي هذا الأحلى حورية، وقال لي حابب استكشفك أكثر وأكثر. ايه وشو صار بعدين؟ يلا احكي. انا ما قبلت. كيف يعني؟ من اول يوم بدك يعني وافق بتول، بس كانت احلى لحظات حياتي واكثر رومانسيه، كان يوم بجنن. ايه ما خفتي يهرب وقتها؟ ايه صح، وبلكي هرب، ما شفتي كيف اياد هرب من فتون؟ خرسي بتول خرسي. لك شو صار لك؟ ما بيهرب ابدا، بلفوا بيدوروا وبعدين بيرجعوا بالاخر. يعني انت ما بيصير من اول مره تقولي ايه؟ اسمعي انت اليوم بدك تقولي لامير لا ماني موافقه. شو بدك تقولي؟ لا لا. ايه برافو عليكي. مستحيل ما فيني اقول هيك لامير. ايه مستحيل. اف شاشة بوكا.